تجربة الفوتو ترانزستور. يتم توصيل دائرة الفوتو ترانزستور بالطريقة هاي، 5 فولت، بعدين فوتو ترانزستور، بعدين نحط وراء لود كآر، ونقيس الفي اوت من هذه النقطة. الآن الفكرة أنه الفوتو ترانزستور اللايت حيشتغل كبيز للترانزستور، مجرد ما مر أجل لايت حيسمح للكرنت يمر، وبالتالي ترتفع أو يعطينا ترتفع الفولتج على R. بالحالة هاي لما يكون عندنا نو لايت حيكون عندنا الفوتو ترانزستور اوف، فبالتالي ما بيسمح للكرنت باسنج، فبالتالي في اوت حتكون زيرو. مع اللايت حيرتفع الفولتج على الار. نعمل الدائرة الآن، 5 فولت تيجي على الكوليكتر للفوتو ترانزستور، بعدين الإيميتر من الفوتو ترانزستور بيروح على لود على R، وبعدين R الجهة الثانية تروح على الجراوند، ونقيس الـ V out من بين الفوتو ترانزستور R اللي بتالي على R. فمنشوف هون كيف الفولتج زيرو بدون لايت، لما نرفع اللايت هيرتفع الفولتج. نقدر كمان نوصل الفوتو ترانزستور بالطريقة التالية كمان بدون مقاومة، 5 فولت على الكوليكتر، مباشرة بعد الكوليكتر الإيميتر ناخذه على ملتيميتر، هيك بنشوف الفولتج كامل بدون دروب. فإذا احنا بنعمل بنشغل اللايت الآن، نشوف كيف الفولتج حترتفع مع اللايت. تطبيق عملي للفوتو ترانزستور، نقدر نعمل الدائرة كالآتي، انه نتحكم بزيادة الضوء يشتغل عندنا بزر. الدائرة بتكون بالطريقة التالية، اللي هو 5 فولت تفوت على الترانزستور، نوصل R بالجهة الثانية من الترانزستور بالإيميتر، V out ناخذها بين الترانزستور والR على امبليفاير، بنحدد الجين الفاين جين 0.1، الكورس جين نحدده 100، نروح على بزر، وبعدين على البزر الجهة الثانية جراوند. الآن بالحالة هاي وبالتجربة هاي، الآن لما نشغل الضوء هيشتغل عندنا البزر. نشوف توصيل عملي الآن للتجربة، 5 فولت على الكوليكتر للفوتو ترانزستور، الجهة الثانية من الفوتو ترانزستور تروح على مقاومة زي لينير سلايد بوتنشوميتر، الجهة هاي بي من الجهة الثانية من المقاومة ناخذها على جراوند، ناخذها الجهة على جراوند. الاوتبوت من هون ناخذه على امبليفاير بنحدد الفاين جين نحدده 0.1، والكورس جين نعمله على 100. يعني بالحالة هاي اذا شغلنا الضوء لازم يشتغل البزر، فصار لنا لايت انديكيشن على البزر عن طريق صوت.